أهلا بكم إلى نشرة أخبار الواحدة. هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره تشادي إدريس ديبي إتنو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية، معربا له عن ارتياحه لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، ومؤكدا استعداده للعمل سويا من أجل خدمة مصلحة الشعبين الشقيقين. كما جدد رئيس الجمهورية التزامه بمواصلة الجهود المشتركة من أجل ترقية مصالح إفريقيا والمنطقة في التنمية والاندماج والسلم والأمن والاستقرار. يواصل وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية نوردين بدوي زيارته إلى ولاية تمنراست، حيث أشرف أمس على تدشين محطة للطاقة الشمسية ومؤسسة استشفائية للأم والطفل. كما تفقد بدوي مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين مطار تمنراست والمدينة، حيث دعا إلى إقامة شراكة بين المؤسسات العمومية العاملة. كما عين الوزير مشروع القطب الحضري بأنكوف. طه بليدي. عاصمة ولاية تمنراست شكلت محطة ثانية لزيارة وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي. محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 13 ميجا وات بأجنار تمنراست هي محطة وقف عندها الوزير، وهي التي بإمكانها أن تطلع بدور مهم في تعزيز قدرات الولاية من الطاقة. وزير الداخلية استمع إلى عرض لمشروع إنجاز ازدواجية الطريق رقم 1 الرابط بين مطار ومدينة تمنراست على مسافة 13 كيلومتر، وهو الطريق الذي من شأنه تعزيز شبكة الطرقات بالولاية. بالنسبة ل 200 كيلومتر هذه اللي الحكومة عطات الموافقة الإلحاقية نتاعها، يكون جروبمون داكور أونتر لونتربريز بوبليك وفي سياق متصل الشان نور الدين بدوي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بحي متنة 3، الوزير شدد على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. طب كان جاهز ليس لابولا مش مقبولة، هذه مش مقبولة بتاتا، مش مقبولة. ونطلب من سيد وزير الصحة باش يتخذ الإجراءات في سهل الأمر. نقولوا برنامج السيد رئيس الجمهورية، برنامج السيد رئيس الجمهورية لازم نخدموا ليل ونهار باش نجسدوا حقيقة. مشروع القطب الحضري بأنكوف حظي هو أيضا باهتمام وزير الداخلية الذي استمع إلى عرض مفصل تناول حيثيات وجوانب المشروع. للتذكير فإن الوقوف على المشاريع وتدشينها قد منح إطلالة عامة حول الديناميكية التنموية الحقيقية في ولاية تمنراست. وعقب الأمطار الطوفانية التي شهدتها تمنراست مؤخرا، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن الدولة سترافق المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية التي مست بعض مدن الجنوب، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. الأمطار التي تعرفها هذه المناطق الجنوبية هي أمطار موسمية، ولكن تخلف أضرار مادية وللأسف تخلف حتى أضرار بشرية، ونحن بهذه المناسبة نتعاطف على الوفيات ونتقدم باسم الحكومة بالتعازير الخالصة لأهليهم وبفقدانهم، وإن شاء الله الصبر والاستجابة لأهاليهم وأبنائهم، خاصة وأن في شر على مستوى تمنراست هو من أعين ساسة. هذا نزيد نذكر فيما اتخذ وما قرره السيد رئيس الجمهورية هو أن الدولة مرافقة لكل مواطنيها المتضررين من هذه الكوارث الطبيعية.
في زيارته أمس إلى معرض الصناعة التقليدية بمنتزه الصابلات، استمع وزير السياحة والصناعات التقليدية حسان مرموري إلى انشغالات الحرفيين، حيث أكد الوزير على العمل لإيجاد الآليات اللازمة لضمان تسويق المنتوجات السياحية التي اعتبرها سندا لترقية السياحة ببلادنا. محمد أمين بوتومي. وزير السياحة والصناعة التقليدية الذي استمع إلى عرض حول المقومات السياحية للجزائر العاصمة زار أجنحة الصناعة التقليدية بمنتزه الصابلات الذي يستقطب الآلاف من المواطنين يوميا. الحرفيون طرحوا انشغالاتهم والوزير وعد بالنظر فيها، ولعل أبرز ما طرحوا مشكلة المواد الأولية والتسويق. وزير السياحة والصناعة التقليدية أكد أن هناك لجنة قطاعية مشتركة ستبدأ عملها قريبا للتحضير لموسم السياحة بالجنوب. تسهيلات وخدمات تقدمها المؤسسة الوطنية للنقل البحري لضمان تنقل الجالية من وإلى الجزائر لقضاء العطلة الصيفية. الزميل مليك جزولي رافق أفراد الجالية في رحلة العودة إلى مدينة أليكونت الإسبانية. نحن هنا بميناء الجزائر في رحلة بحرية إلى مدينة أليكونت الإسبانية رفقة الجالية الوطنية بعد انقضاء عطلتهم الصيفية بالجزائر، لنقف على جملة التسهيلات الإجرائية والخدمات التي تقدمها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. لقينا التسهيلات مليح وقاموا بنا والحمد لله على الجزائر، ربي يخليها لنا إن شاء الله. وي لو سيرفيس تاميليوري توتي بيان في دون لو طون دو رابيدمون سي با كوم افون. انا جيت الوطار والله قلت راح لي البابور وسهلوا لي الامور والحمد لله راني جيت الله غير لاباس والله الله كيعطيهم الصحه يا بارك الله فيهم. الرحله التي كان على متنها ازيد من 1300 مسافر قدمت خلالها العديد من الخدمات التي استحسنتها الجاليه الوطنيه. على حساب العمال راهم ناشطين الله يبارك مليح ظراف. Le service est excellent. Je viens juste de goûter, c'est très bon déjà. Et avec un super personnel et une très belle surprise. Ouais. Étant donné que c'est un baptême pour moi, et agréablement surprise et c'est très bien. Et les cabines, l'air propre, tout ce qu'il faut. Alhamdoulilah. Ça fait 30 ans qu'on a été traversé, jamais de problème. عجبني بزاف الباتو بس طعمه كبير بزاف. فهاد الباتو الي غوص فان بيان سيرفيس دايوغ حبسنا تما ورانا كلش وكاين لاشين سي ترو كول. هاد الكارفيري هاد السفينة عندها كاباسيتي حمولة تاع 650 سيارة وحوالي 800 سرير، يعني 800 بلاس اون كابين و 1200 بلاس اون فوتي. لا كومباني او ان تي ان في الشركه الوطنيه للنقل البحري قامت بكراء هذه السفينه. لونتربريز على ابخيتي سو نافير pour répondre à la demande qui est plus importante en saison estivale en été. انا مهمتي كطبيب في الباخره ادي واجبي pour les gens les handicapés en général handicapés pour installer pour les gens passe un agréable voyage avec nous. الإجراءات والتسهيلات هي ضمن أولويات الدولة في ربط جسور التواصل بين جالية نهب المهجر وأرض الوطن، خاصة في مختلف المناسبات وبمقاييس عالمية في الخدمات والأسفار. أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية إيداليا لدى إشرافها أمس على تكريم الأطفال الناجحين المتمدرسين المقيمين بالمؤسسات والمراكز المتخصصة التابعة للقطاع، أكدت أن نسبة النجاح بلغت هذا الموسم 60%. وتجدر الإشارة أن عدد المتمدرسين المقيمين بهذه المؤسسات والمراكز قد بلغ في الموسم الدراسي 2016-2017 ما تعداده 543 طفلاً،
تقدم منهم الامتحانات النهائية الرسمية في الأطوار الثلاث، أي الطور الابتدائي المتوسط والطور الثانوي، ما عدده 98 تلميذا، وقد تكللت جهود 59 منهم بالتألق والنجاح، وهو ما يمثل نسبة 60% من مجموع الأطفال الممتحنين، وتقدم هذه النسبة صورة صادقة للجهود التي تبذلها الدولة في مجال التكفل بالأطفال والمراهقين. وهذه هي توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والمجسدة الدستورية. في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس بباتنا 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة أخرى بكل من تمن راست وعين قزام وبرج بجي مختار 4 مهربين، وحجزت 4 سيارات رباعية الدفع و3 دراجات نارية وأزيد من طن من المواد الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب. فيما أوقف عناصر الدرك الوطني 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من التلمسان والبيض. من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سقهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب أزيد من 17,600 لتر من الوقود. أصيب 4 أطفال فلسطينيين اليوم بجروح مختلفة بعد أن دهسهم مستوطن إسرائيلي بسيارته عمدا خلال سيرهم على جانب الطريق بالقدس المحتلة قبل أن يلود بالفرار. وذكر شهود عيان أن الأطفال أصيبوا بردود وجروح مختلفة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعربت موسكو عن أملها في أن تعقد الجولة القادمة من محادثات أستانا بشأن حل الأزمة السورية قبيل نهاية الشهر الجاري. إلى ذلك، خلفت غارات للتحالف الدولي على مدينة دير الزور مقتل 19 مدنيا وإصابة عدد آخر. إلى الرياضة، وفي اليوم 8 من بطولة العالم لألعاب القوى، يخوض العداء الجزائري العربي برعدة المنافسة اليوم في اختصاص العشرية، فنتمنى حظا موفقا للعربي برعدة. حفاظا على الموروث المادي، برنامج لإعادة الاعتبار للقصور والمساجد العتيقة بولاية الأغواط من خلال عمليات ترميم واسعة يشرف عليها مختصون في علم الآثار. عيسى تومي. استفادت القصور القديمة والمساجد العتيقة بالأغواط من برنامج خاص لإعادة الترميم والاعتبار لما تمثله من رصيد تاريخي وأثري، بعدما عرفت أغلبها تدهورا بسبب عامل الزمن. من بين هذه العمليات المسجلة فيه عملية إعادة الاعتبار للمسجد العتيق ببلدية الأغواط، للعملية تمت واستلمنا المشروع. كذلك فيه عملية بقصر تاجرونا، راكم حضرتم معنا اليوم لإعادة الاعتبار لقصر تاجرونا، ما فيها المباني القديمة والمسجد العتيق بمبلغ مالي قصر تاجرونا بمبلغ مالي يقدر ب 35 مليون دينار، أي 3,500,000 سنتيم. كما تم إعادة الاعتبار للنقوش الصخرية بالولاية. في كذلك عملية لإعادة الاعتبار للنقوش الصخرية المتواجدة عبر كل الولاية، وفيه اكثر من 52 نقش صخري لجرافيري بس على مستوى الولايه، والعمليه متواصله وحنا في اكثر من 50%. وتجري عمليات الترميم تحت رقابه مكاتب دراسات مختصه ومعتمده من طرف وزاره الثقافه بهدف الحفاظ على النمط المعماري لهذه المعالم اثناء عمليه الترميم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة أخبار الواحدة. جمعة مباركة والسلام عليكم.